أن عمر بن الخطاب كان يطوف حول الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، أو لما قرأ صلوات ربي وسلامه عليه: إنه لقول رسول كريم. يقول عمر: فقلت في نفسي بل هو قول شاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي بل قول كاهن. فقدر الله أن الآية كذلك، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول عمر: فوقع في نفسي أنه الحق. فظللت في مكاني حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم جئت وأسلمت.